أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نتمنى من الجميع أن يكون بخير وعافية إن شاء الله وأن يتقبل الله منا الصيام والقيام إنه السميع المجيب ونحن الآن على وشك انتهاء رمضان فنحمده سبحانه عز وجل وفقنا وأطال عمرنا وتقبل منا صيامنا وقيامنا فنرجوه تبارك وتعالى أن يتقبل منا الصيام والقيام والصدقات إنه ذو الفضل العظيم وأن يرحم موتى المسلمين ويشفي مرضاهم ويرزق الصبر لكافة المؤمنين في كل مكان ويرفع الله هذا الوباء عن الناس أجمعين. في هذه الحلقة نتابع معكم الحديث مع الصحابي الجليل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. سعد بن أبي وقاص أحد المبشرين بالجنة وأحد أهل بدر وأحد أحد وأحد أهل الخندق وأحد صلح الحديبية وبيعة الرضوان وأحد حامل رايات فتح مكة وغير ذلك من الأشرفة والأوسمة اللي حصل عليها هذا الرجل رضي الله عنه. فمن يكون؟ من يكون وكيف وصل إلى هذه الدرجة؟ التعريف: سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه هو ابن مالك ابن أهيب ابن عبد مناف، وهنا نرى أنه عنده علاقة بأجداد رسول الله وعنده علاقة بأجداد أم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو من بني زهرة أحد بطون قريش المعروفين أخوال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أمه كانت تسمى حمنة بنت سفيان ابن أمية ابن عبد شمس ابن عبد مناف ابن قصي، وهي بنت عم أبي سفيان القائد الذي كانت عنده حروب كبيرة مع رسول الله، ولكنه في التالي في فتح مكة أسلم رضي الله عنه. سعد بن وقاص إذن عنده قصة مع أمه نبدأ بها. أبوه مات وترك أمه مع أولادها، وكان من جملة طبعا، وعنده أولاد، عنده إخوان كثير، يعني إخوان وأخوات، فمنهم من أسلم ومنهم من لم يسلم، لهمنا هو الآن مع أمه. مات أبوه فعاشت أمهم لتربيتهم وعاش هما لها كذلك، وخاصة سعد وأخوه عامر كان من البرين بالوالدة، وكانت مرتبطة أم حمنة هذه كانت مرتبطة كثيرا بسعد بن أبي وقاص، وهذه طبيعة الوالدين، دائما نجد يعني الأم أو الأب يميل أكثر لأحد الأبناء، ليس يعني حبا له أكثر من الآخرين، ولكن طريقة التعامل للولد أو الولد مع الأم يريحها فتتولف عليه ولا تطلب من الآخرين، إنما تركز عليه هو وتأخذ منه كل ما تريد وتركز عليه. فسعد بن أبي وقاص كان من الأولاد هؤلاء اللي أمه تعتمد عليه. جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعثه الله تبارك وتعالى، وكان عند ذلك عمر سعد بن أبي وقاص حدود 16 سنة 17 سنة، وكان من أول
من أسلم على يد أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ويعتبر ثالث الثلاثة أول أو ثالث الأشخاص الذين أسلموا على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسبب إسلامه كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه. وهذا الكلام يقول هو، يقول في الإمام البخاري يروي له حديثا يقول عن سعد بن أبي وقاص، يقول ما أسلم أحد إلا في اليوم الذي أسلمت فيه. كل الناس اللي سلموا سلموا يعني في اليوم اللي أنا أسلمت فيه، ولقد مكثت 7 أيام، يعني ولقد مكثت 7 أيام وإني لثلث الإسلام، يعني 7 أيام وهو يعتبر ثالث الناس الذين أسلموا. رواه البخاري في مناقب سعد بن أبي وقاص. وهنا يتبين أن هذا الولد بره لأمه يعني ناضج عن عقله، عن فكره، عن سلامة صدره، عن قدرته على اتخاذ القرار الخاص به رضي الله عنه. طبعا عندما لما أسلم هذا كان يعني خبر صاعق على أم حمنة، لأن أمه كانت عندها عداوة كبيرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنها امرأة كيف ممكن تحارب؟ فعملت طريقة، لأنه يعني هو بار بها، فإذا هي ستتعامل معه من باب العاطفة. لما أسلم وأعلن إسلامه، يعني هو ما خبى، أعلن إسلامه، قالت له أم حمنة يا سعد بلغني أنك صبوت، يعني صبوت يعني أسلمت، كان يقول ذادي العبارة هناك في ذلك اللحظة، بلغني بأنك أسلمت. قال نعم صحيح أنا أسلمت، ولكن هذا ما يغير شيء، أنت أمي وأنا ابنك وسأبقى دائما في جنبك كما أنت في جنبي، لأن أحبك وقدرك وأحترمك. لكن الأم قالت له فوالله لا يظلني سقف، لا يظلني سقف بيت من الضج والريح، ولا أكل ولا أشرب حتى تكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم. عجيب. وترجع إلى ما كنت عليه. إذن هنا الآن وضعته في موقف حرج. هي لا ما قالت له لا ما تدخل عندي البيت، ما قالت له أنني لا أريد نسلم عليك، ما قالت له لا أريد أن أتكلم معك، لا بالعكس هي حاصرت يعني وضعت نفسها في التهلكة. أنا لا أكل ولا أشرب ولا أدخل بيتا من البيوت، سأبقى تحت الشمس تحت الحرارة حتى تكبر بمحمد. وهي هنا الآن تركز على وتيرة البر، وتيرة الحب اللي بينه وبينها رضي الله عنه. فسعد قال لا، قال لا يعني آسف لهذا القرار، أنا ما أستطيع يعني لأني لا أكفر محمد، ما أسلمت لأكفر، أنا يعني رجل عنده قرار. فبقت هي 3 أيام لا تأكل ولا تشرب، وما دخلت البيت، ما استظلت بالبيت. طبعا سعد هذه أمه بدأت تؤثر فيه، ولكنها لا تؤثر فيه لتغيير القرار، إنما تؤثر فيه فهو لابد أن يستشر أمرها. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وشكى ما فعلت أمه به، يعني كيف نعمل الآن أمام هذا الموقف وهو صارم، هو يعني ما يمكن يسمع من النبي يقول له لا اترك الدين. هنا عندما شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده هذا الثبات، رب سبحانه عز وجل ينزل عليه الآية اللي في سورة العنكبوت والآيات الأخرى التي ذكرناها في الحلقة الماضية. فأنزل الله عز وجل ووصينا الإنسان بوالديه حسنة. وهنا القرآن الكريم ركز على الإيجابية الموجودة، اهتمامك بأمك، قيامك عليها، تقديرك، برك بها،
هذا أمر من الله للأبناء بالنسبة للأباء، ووصينا الإنسان بوالديه حسنة. الآن ما يأتي بعد الآية: وإن جاهداك لتشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. الآن مرحلة ثانية، وهو أنه إذا كانهما يعني يحب أنك أنت تتخذ قرار ضد إرادتك وتخالف ما تؤمن به وتخالف ما أنت تعتقده، وخاصة ما يتعلق بينك وبين الله، ففي الحالة هذه لا طاعة للولدين، لا طاعة للولدين. لكن ما العمل؟ طبعا أنا لا أطيعها وهي رافضة أنها تأكل، رافضة تشرب، سأموت. فكيف سيتم؟ يعني كيف؟ يعني ما هو التوازن؟ أنا أرفض وهي ترفض، فلازم نحل وسط. ولذلك هنا نزلت الآية اللي في سورة لقمان. هذه السورة الآية تقول: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وهنا الآية أضافت في الجانب الإيجابي، أضافت شيء اللي مطلوب من الوالدين ومطلوب من الأبناء يفهموا هذا الموضوع. أولا الأبناء لازم يهتموا بالوالدين، لأن الوالدين يهتموا بهم قبل اهتمامهم هم بهم. يعني أنت ترد الجميل، أنت يعني مثلا ما يمكن تقدم شيء أمك وأبك إلا أن أمك وأبك قدموها لك من قبل. ولذلك قال الله عز وجل: حملته أمه وهن على وهن وفصاله في عامين. وبالتالي الأبناء والأباء بجوج بهم لازم يشكروا الله تبارك وتعالى، لأنه هو اللي اطلب من الأباء يهتموا بالأبناء واطلب من الأبناء يهتموا بالأباء. أنا أشكر لي ولوالديك إلي المصير. ثم وإن شاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، نفس القرار اللي في سورة العنكبوت. إذا كانت المسألة يطلبوا منك تخالف إرادتك، تتنازل عن مواقفك، تكفر بإيمانك، فهذا لا طاعة لأحد فيه، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لكن ما يمكن لك تعزلهم، لازم تبقى مع أمك ولازم تبقى مع أبك، وصاحبهما في الدنيا معروفة. وهنا الآن التوضيح اللي جاء اللي كان غير موجود في سورة العنكبوت: وصاحبهما في الدنيا معروفة، وصاحبهما في الدنيا معروفة، واتبع سبيل من أناب إلي. ماذا يقول له؟ يقول له ابقى ثابت وأنت تتبع محمد صلى الله عليه وسلم، وفي نفس اللحظة تبقى تخدم أمك. ولما ترجع عند الله عز وجل إذا كان في خلاف وكانت هي تشتكي أو أنت تشتكي، أنا اللي نحل هذا الخلاف لما ترجعون عندي، إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. هذه الآية تضعنا أمام مجموعة من الحقائق. الحقيقة الأولى اللي طلبنا نحترم الوالدين واللي طلبنا نهتم بأبنائنا هو الله ووصينا الإنسان. الحقيقة الثانية، الأبناء كل ما يقدمه للأباء لازم يتذكروا أن الأباء قدموا لهم ذلك قبل أن يتقدموهما بشيء لهم. الحقيقة الثالثة، أنت حر في الإرادة ذلك، حر في إيمانك، حر في قرارك. إذا الوالدين طلبوا منك تغير قرارك ما تغيره، وخاصة إذا كان هذا القرار يتعلق بمصيرك مع الله وباتباعك لمحمد من أناب إلي. القرار الرابع، لازم تبقى تصاحب الوالدين وتبقى تصاحب الأبناء في الدنيا، أما ما بينكما من خلاف فأمره إلى الله تبارك وتعالى. الآية الثالثة تنزل أيضا في نفس القصة في سورة الأحقاف، وهذه تعطي شيء من التفصيل أكثر، لكن تركز على الولد، على الابن، على الولد الذي يطيع الأوامر لله تبارك وتعالى. ووصينا الإنسان بوالديه حسنة حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا
حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. لأن هذا الآن الولد لما يكبر لازم يشكر الله بأن ربي وفق لخدمة الوالدين كما وفق الوالدين لخدمته، فلا بد من الشكر المتبادل بينه وبين الله تبارك وتعالى. إذن هذه الآيات كثير من المفسرين كما ذكرنا منهم الطبري والقرطبي وابن كثير والبغوي وغيرهم قالوا أنها نزلت في سعد بن أبي وقاص، وهو نفسه يقول هذه الكلمة، يقول هذه الآية نزلت فيا لما أمي حلفت ما تكلمنيش وحلفت ما تأكل ولا تشرب وحلفت أنها لن تدخل بيتا حتى أكفر بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم، والحديث رواه مسلم. طيب، إذن سعد بن أبي وقاص الآن جاء له الحكم وثبت على ذلك وبقي على ذلك ورجع إلى أمه وقال لها يعني يا أمه لازم تعرف حاجة، أنا ابنك وغنبقى دائما نخدمك ما دمت أنت تقبل ذلك، ولو ترفض أنا سأرجع إليك وأخدمك وأحترمك وأقدرك مهما تفعل، لكن أما اتخاذك لقرار ألا تأكل هذا قرارك ما هو قراري، ألا تشرب هذا قرارك ما هو قراري، ألا تدخل بيتا وتبقى في الشمس هذا قرارك، واعلم يا أمه لو كانت لك 100 نفس فخرجت نفسا نفسا ما تركت ديني هذا لشيء، أنا ما نتنزل عن قراري وإيماني بالله وبرسوله، إن شئت كلي وإن شئت ألا تأكلي. الآن هذه مهمتك، هذا القرار طبعا غير موقف أمه وأكلت، لأنها عرفت أنه صاحب مبدأ صاحب ثبات لا تغيير، صاحب مبدأ وصاحب ثبات. وهنا يتميز الإنسان، الله تبارك وتعالى يريد من كل إنسان رجل كان أو امرأة يكون صاحب مواقف ويكون صاحب مبادئ ويكون صاحب قيام. فرأينا مع أم كلثوم الفتاة التي هاجرت لما كانت صاحبة مبدأ وصاحبة قيام اتخذت قرار جريء جدا وهو الهجرة، وعاشت مع أب يعتبر من أشد الأعداء لهذا الدين ومع إخوة قبل أن يسلموا، لأنهم أسلموا في فتح مكة الوليد وأخوها عمار أسلموا، ولكنها ثبتت على ذلك على هذا المبدأ. أبو لبابة رضي الله عنه، هؤلاء الآن اللي ذكرناهم كلهم يعطون نموذج، إذا كنت صاحب مبدأ وكنت صاحب قيمة فتعنت الآخر ما يجعلك تخرج عن مبادئك وما يجعلك يعني تخالف قيمك، وبالتالي تحملك الأتعاب وتحملك المشقات في سبيل مبادئك وقيمك هذا مبدأ سيحسب لك. نتوقف مع سعد بن وقاص في هذه القصة هنا مع أمه ونذكر المواقف التي جاءت في الآيات في سورة العنكبوت في سورة لقمان وفي سورة الأحقاف، كل منا اللي ما زال عند الوالدين نتاعو يتعامل معه من خلال هذه الآيات الثلاث، وكل منا اللي عنده أولاده يتعامل معه من خلال هذه الآيات الثلاث. هناك قاسم مشترك وهناك مبادئ شخصية، لك أب وأم ولك الولد الابن والبنت، وهناك مصير كل واحد عنده مصيره الرجوع إلى الله تبارك وتعالى، وهناك سيحكم بين كل الناس جميعا بين الأباء والأبناء وبين الأبناء والأباء. في الحلقة المقبلة والأخيرة لهذا الشهر الكريم
يوم الخميس نتحدث فيها عن سعد بن أبي وقاص في أسرته، وفي التالي نختم بالسر اللي ميزه وجعله يكون من العشرة المبشرين بالجنة. وأنا أكدكم من الآن أن هذا السر كل واحد منا ممكن يملكه إذا كانت عنده إرادة وكان عنده مبدأ وكان صاحب قيمة. إلى ذلك الوقت نقول لكم صيام مقبول وقيام مقبول وصدقة مقبولة، تقبل الله مني ومنكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.